المجلس المحلي في مدينة التمانعة في محافظة إدلب أقام فرنا آليا لإنتاج الخبز، ما ساهم في حل أزمة الخبز في المدينة وفي القرى المحيطة بها. وكالة إدلب بريس سلطت الضوء على عمل الفرن. نتابع. يقوم المجلس المحلي في مدينة التمانعة بتخديم المدينة ومحيطها بمادة الخبز عن طريق الفرن الذي قام المجلس المحلي بإنشائه لتغطية حاجة المدينة من الخبز وسد النقص الحاصل نتيجة لعدم اكتفاء المدينة من إنتاج الخبز في القرى المحيطة لهم. ويعبر أهالي المدينة عن رضاهم التام بعمل الفرن في مدينتهم، وناشدوا في نفس الوقت المنظمة الإنسانية لإمداد منطقتهم بمادة الطحين. أتقدم بجزيل الشكر إلى فرن المجلس المحلي في بلدة التمانعة على التعاون مع المجلس المحلي في بلدة أم جلال وإيصال الخبز إلى المحتاجين، بالإضافة إنه المنطقة عم تعاني معاناة شديدة من نقص الخبز، كل ما يقارب شهرين زمان حتى يجينا من المنظمات دعم لمدة 10 أيام، فلذلك عم يتم استقلال من قبل التجار، عم يصل كيس الخبز في بعض الأحيان إلى 250 ليرة. مدير الفرن عامر البكري يرى أن الفرن حاجة أساسية كان لابد من عملها لصالح البلدة بعد النقص الحاد في مادة الخبز والتي شهدتها المدينة في الشهور الماضية. طاقة الفرن الإنتاجي ما يقارب 9 طن يوميا، يغذي الفرن ناحية التمانعة ما يقارب 17,000 نسمة، موزعين طبعا الأهالي على المزارع على أطراف بلدة التمانعة بقطر 8 كيلو تقريبا، ويغذي أيضا هذا الفرن جميع المناطق الشرقية المحيطة بالتمانعة ليصل عدد السكان تقريبا إلى ما يعادل 70,000 نسمة. يحاول القائمون على فرن التمانعة تأمين الحاجة الكاملة للمدينة من الخبز وسد الفراغ الذي بدا واضحا، كما يبدو أن هذه المشاريع النوعية في المدينة لاقت صدى لدى المدن الأخرى في ريف إدلب، فدخلت مدن أخرى في نفس العمل.